محافظ البنك المركزي المصرفي القدير الاستاذ طارق عامر قال ان البنوك المركزيه لا تضع السياسه النقديه في فراغ، ويجب ان تاخذ في الاعتبار تاثير قراراتها على المجتمع. ده كلام مهم جدا عن دور البنوك المركزيه. واكد عامر على ضروره ان يكون لدى صانع السياسه اللي هي السياسه النقديه، لدى صانع السياسه النقديه حس السوق، يبقى عنده حس السوق. وجاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الأندونيسية. هكذا الأسبوع ده كان في وفد مصري مهم برئاسة محافظ البنك المركزي، يحضر وزيرة المالية ووزيرة الاستثمار ومحافظ وزير المالية ووزيرة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر الاجتماع السنوي لاجتماعات صندوق النقد الدولي في والبنك في مدينة بالي الأندونيسية. وكان مع وفي إشادة دولية طبعا بالبرنامج الصحي الاقتصادي اللي بتحققه مصر حاليا. كمان البنك المركزي أبرم اتفاق مع عدة بنوك دولية، اتفاق تمويل رخيص اللي هو الائتمانات طويلة الأجل الرخيصة التي يحصل عليها البنك المركزي لإصلاح وإعادة إقراضها للبنوك المصرية مرة أخرى واستخدامها في عملية التنمية ب 28 مليار دولار مع عدة بنوك دولية. 28 مليار دولار تمويلات جديدة أبرمها ووقع اتفاقياتها البنك المركزي المصري المصري. ده بالنسبه للبنك المركزي. بنوك الاهلي ومصر والسي اي بي والعرب الافريقي طلعت برضو ضمن العشرة الكبار في تسويق القروض بافريقيا، ده على مستوى افريقي. طيب البنك عفوا الاتفاقيه، بس انا قريت الرقم غلط، هو 3.8 من 10 مليار دولار تستحق خلال 4 اعوام ونصف، فتره استحقاق 3 اعوام. الاتفاق اللي حصل والتمويل اللي حصل عليه البنك المركزي من بنوك دولية بقيمة 3 مليار و800 مليون دولار، 3 مليار و800 مليون دولار مرة أخرى للتصحيح. ماشي. ده الهدف من هذه التمويلات إيه؟ هو إعادة هيكلة الدين الخارجي المصري. ده استهداف البنك المركزي والسادف من هذه التمويلات هو إعادة هيكلة الدين الخارجي المصري، اللي هو الدين الخارجي وصل حوالي 90 مليار دولار حاليا. طيب انا عندي خبر من